ماذا يريد النظام من التصعيد في غوطة دمشق؟ ما موقع الغوطة في الحسابات الروسية الإيرانية؟ كيف ستؤثر أحداث الغوطة في التوازنات الدولية في سوريا؟ وهل ستفتح هذه التطورات احتمال مواجهة خشنة بين القوى الكبرى في البلاد؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان هل تفتح الغوطة باب مواجهة دولية في سوريا؟